منمر بفترة من حياتنا، مهما شرينا شغلات جديدة ومهما عشنا تجارب جديدة ومهما حاولنا نسعد أنفسنا، منلاقي إنه لسه في إشي ناقص، لسه أنا ما عم بحس بالسعادة مثل ما بدي. خلونا مع بعض نجرب، نحاول نستثمر مالنا، جهدنا، المعلومات اللي درسناها بإننا نسعد الآخرين، بإننا نساعد الآخرين، بإننا نعمل عمل تطوعي، بإننا نغيث الملهوف لما نشوف في حدا محتاج. مش شرط تكون الحاجة مادية، ممكن هذا الحدا محتاج معلومة، ممكن هذا الحدا محتاج أساعده بجهدي. لو كل يوم نعمل شغلة تطوعية أو شغلة فيها مساعدة للآخرين، نعمل شغلة واحدة لله كل يوم، شوفوا السعادة اللي راح تحسوها. لما تشوف حدا محتاج وانت تلبي حاجته راح تحس بسعادة. لما تشوف في حدا واقف بالشمس وشوبان وعم بيستنى مواصل وانت تنزل له كاسة مي باردة، شوفوا قمة السعادة. من الشغلات كمان اللي ممكن نسويها اللي هي التطوع. التطوع في اي اشي بفيد الناس، اي اشي بفيد المجتمع. التطوع رح يستهلك من وقتنا، من طاقتنا، من جهدنا، لكن تخيلوا كم السعادة اللي رح تحسوا فيها مجرد ما تشوفوا ثمار التطوع اللي انتوا عملتوه. لو ما بتقدر تعمل هاي الشغلات وعندك معلومات، لا تبخل على الناس في المعلومات اللي انت بتعرفها. خلي عنا ثقافة العطاء، ثقافة التطوع، ثقافة انه مش كل اشي يكون مادي، ثقافة مجتمع. خليها تكون، خلينا نبلش بالتغيير، والتغيير بيبدأ من انفس. تخيلوا انه احنا بنقدر نحس بالسعادة حتى في الاشياء السلبية، حتى في المواقف السيئة اللي بتصير معانا. لحتى تعرفوا كيف، لاقوني بالفيديو جديد يوم الثلاثاء القادم في ومضة افادة معي انا افنان حمدة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد. يعطيكم العافية.